يعني انا اقول انه رئاسه المجلس النواب راح يصير سالم مطر السياده، لانه ما تحدث لك الاستاذ علي الان، هذه الخارطه اللي حصلت لا في بغداد، لا هي الخارطه هذه، هي الخارطه اللي تحدث عليها، حسم الامر. لا لا ما حسم الامر، بالعكس انحسم الامر. انا برايي هاي سالم مطر، وراح يكون سالم مطر هو رئيس المجلس النواب من سياده، لانه انحسم الامر انه اخذوا. يعني معناته انه تجريد للسيد الحلبوسي من كل شيء. مو تجريد، هو هو انت اليوم اذا على هاي الخارطه اللي نحكي عليها، يعني هو يمتلك الاغلبيه في مجلس بغداد واخذت منه استحقاق، يمتلك الاغلبيه في البرلمان تاخذ استحقاق. هو اذا حصل سالم مطر النصف زائد واحد، بعد شنو الاستحقاق اللي بقى؟ على مستوى المكون هذا. المكون هو هي حصه المكون السني، هي مو حصه حزب. باتفاقهم كانوا يجون بباكج واحد، يجون يجيبون مرشح واحد بين المكون، هي حصه المكون السني مو حصه تقدم، هي هذه الحصة، وبالذات حصة الأنبار. أنا حتى أكون أقول لك إياها، هسه راح أطلع أنباري، أنا أطلع من الفتح أوف. زين. مع احترامي للفتح أنا. هسه أطلع لك أنا بالأنبار، هي هذه حصة محافظة الأنبار. مو حصة مكون فقط، هي حصة الحلبوسي، حصة محافظ الأنبار هذه، لأن أخذوا المحافظات الباقية، أخذوا الوزارات، وأخذوا الهيئات، وأخذوا استحقاقاتهم، بقت الأنبار عندها فقط هو رئيس مجلس النواب، وأعتقد وزارة الصناعة أخذوا. فهي حصة محافظ الأنبار هاي، أنا اليوم أنا لا أدافع عن الأنبار، أنا أقول سالم مطر، ما عندي شيء ويا الرجل، ولا عندي تواصل وياه، ولا هو ويانا بالفتح أو بالإطار. لكن هذه حصته هو حصة محافظة الأنبار، يجب أن تعطى لمحافظة الأنبار. هذا ما راح يصنع توتر، ما راح يصنع مشاكل. ليش توتر؟ ليش توتر؟ بالعكس المفروض هو السيد الحلبوسي يدعم سالم ابن ديرتك واستحقاق محافظة، صح لو غلط؟ شلون يدعم؟ هي حصة مكون مو حصة حزب يا أستاذ علي. لا حصة حزب. لا لا حصة مكون، حصة مكون هي، حصة مكون. اليوم أنت من التيار الصدري راد ياخذ. إي جيد بلغة الأرقام، منو الأكثر اليوم بالمكون؟ لا هم كان المكون يجيب مرشح واحد ويجي، يجون هم ايش قد حصتهم، ايش قد محصلين أصوات، يجيبون مرشح واحد يفوتون به البرلمان. هسه الخلاف صار داخل المكون، مثل ما صار داخل الخلاف الشيعي. لا لا ومثل ما صار عند الأكراد أيضا خلاف، مو صار عندهم خلاف على رئيس الجمهورية؟ موجود هذا الخلاف، بعدين اتفقوا على شخص ورشحوه، انه حتى يحصل حصة مكونة. نفس الشيء السيد المالكي، من قال بالانتخابات الاغلب، من كان السيد الصدر يريد الاغلبية، قال له تعال نتفق داخل المكون ورشح واحد من عندنا، وانه هذا المرشح يترشح من داخل المكون، ما تجيب مرشح انت من هناك من رادة مساواة التحالف الثلاثي. ما كان الاعتراض على التحالف، هو كان الاعتراض انه يطلع شخص هذا رئيس الوزراء يطلع من حصة المكون البيت الشيعي، وهذا حقه، لأنه يقول لك هاي حصة مكون. فأنا اليوم أنا أقول لك هو حصة المكون السني، نعم.